يقول هذا السائل الشيخ: رجل عنده 200,000 ريال، قبل حولها اشترى بها غنما ليربيها ويبيع الأولاد منها ويقوم بتعليفها من ماله، فهل يزكى هذا المال بمرور حول مع الغنم أم تسقط الزكاة بسبب التعليف؟ إذا كانت الغنم معدة للبيع وتربى للبيع فإنه يتجب عليه الزكاة في قيمتها، لأنها أصبحت عروض تجارة معدة للبيع. إذا تم الحول على القيمة التي اشتراها بها أو تم الحول عليها هي، فإنه يقومها بما تساوي عند تمام الحول ويخرج ربع العشر. نعم.